السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. لدينا اليوم طريقة كوي البشت. اجمع بهذه الطريقة، تجمع اليدين مع بعض، تمسك من المنتصف، طريقة سهلة طبعا، عن طريقة سهلة وسريعة. حتى نصل إلى آخره، بعد كذا نقوم بفتحه حتى نكوي المنطقة الداخلية، ندخلوها كذا، ندرقوها فوق المكبس لكي نكوي الظهر، تأكد أن الكوي مر على جميع أجزاء البشت، والآن أصبح جاهزا. طبعا الكرام، طبعا هذا أعتقد الفيديو الوحيد في اليوتيوب لكوي البشت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أصبح البشت جاهزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.